الله الرحمن الرحيم. ضحك براسينا احمد القحطاني من السعوديه عميل شركه المحيط. حياك الله صحيح. الله يسلمك يا الله. وعائلته ووالده. والدنا صحيح. كيف تعرفت على شركه المحيط؟ والله عن طريق واحد من الاصحاب افادني بالحساب شركه المحيط في السناب سناب شات، وتابعته تقريبا 5-6 ايام، وبعدها كلمتهم في الشباب ما شاء الله تبارك الله، تواصلت معهم في سناب شات وزودوني بارقام الشركه وتواصلت معهم. تقييمك لاداء الشركه بدايه من التراسل معهم بالواتساب؟ والله للامانه عشان ما اكون يعني ظالم ولا حاجه، كان في البدايه يعني السناب، وبعدين اخذت الرقم حق التواصل حق التليفون الجوال، فقالوا تواصل معنا بالواتساب وما قصروا ما شاء الله، وحولتهم المبلغ اللي هو العربون، وما شاء الله تبارك الله حتى يعني المبلغ هذا ما سالوني عن المبلغ الا بعد 4 ايام 5 ايام من الرحله. كذلك تقييمك للسيارات وتعامل السواقين معك؟ والله ما شاء الله لازم اذكرهم بالاسم، اللي هو السواق محمد وزوجته سهيله بارك الله فيهم، وبالامانه يعني ما قصروا معانا ومتعاونين، والله يجزاكم خير جميع. الجوله السياحيه ممتازه، وان شاء الله نكمل معاكم باقي رايحين ان شاء الله بنقول ان شاء الله وراجعين معكم هنا كلهم. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ والله ما في صعوبات لله الحمد، بالعكس يعني حتى الاستقبال كان طيب في المطار، وزودونا ما شاء الله بشرائح جوال مجانيه ويشكرون عليها. ان شاء الله تكون الرحله موفقه. الله يوفق الجميع والف شكر لكم. كلمه اخيره. الف شكر والله لشركه المحيط، وانصح والله الاخوان والاصدقاء واي واحد من المشاهدين، انا والله انصح يعني انهم اذا يبغوا يطلعوا ماليزيا ولا حاجه، فشركه المحيط مره ممتازه سواء بالتعاون او سواء. الله يعافيك ويسلمك، وتوصل ان شاء الله وتكمل رحله جميله باذن الله. الله يستر عليك ان شاء الله. هذه مره اخرى عن طريق شركه باذن الله، وراح اتكلم ان شاء الله الاصحاب والاخوان ان شاء الله. لدينا فروع في جميع او في معظم ما شاء الله تبارك الله. حياك الله يا فندم. السلام ورحمة الله. كما قال الأعزاء صراحة الشركة استقبالا في المطار وجولة كانت ممتازة ورائعة، بارك الله فيكم ومشكورين. الله يعافيك، الله يسلمك. حياك الله. السلام عليكم. السلام.